إلى أجوال جميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. ها هي البداية. إذا أردت أن تسيطر على الملعب لابد يكون عندك لاعب مثل ديدي في الملعب، لأنه من يستعيد الكرة سريعا عندما يفقدها الفريق، يعرف كيف يكسر رتم المنافس ويمنح فريقه الأفضلية في معركة وسط الملعب. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، كان لابد من التشتيت. زايدو، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. يلعبها على طرف الملعب، لوكمان، مرور جميل هنا، يسيطر على الكرة. أوزمين يرتكب مخالفة واضحة جدا. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم.